السلام عليك، حياك الله عزيز المشاهد في مقطع جديد من لعبة إلدن رينج. نزلت قبل هذا المقطع السايد كويست تبع سيلن، ومن أهم الشغلات اللي مفروض تأخذها بعد هذا السايد كويست اللي هو الأرمرز اللي راح تشوفونهم في هذا المقطع. مثل ما تشوفون يا إخوان، الإحصائيات يعني راح يناسب اللاعبين اللي يستخدمون السحر بشكل كبير، راح يسوي لهم بوست. وغير كذا مثل ما تشوفون عندكم شكل خرافي كذا، حسه لايق على ساحر. المهم إذا ما عجبك الشكل، طبعا عندك هذا المكان اللي هو منطقة السحرة او الهايدوي حق السحرة، راح تدخلون هذا الكهف. مش لازم يعني، ما في اي بوس ولا شيء تقتله عشان تحصل الراس الثاني، بس يفضل انكم تقتلونهم وتفتكون مصدعة الراس، لانه يجلس يرمي عليك سحر من وراء فما لها داعي. المهم ورا الساحر هذا او الساحر راح تحصلون الست كامل تبع لوسات. طبعا فيه شبه كبير، ولكن هذا تحسه فيه من الازرق كذا، لون الازرق اكثر. وطبعا الراس، الفرق كبير كله في الراس اللي برضه احسه لايق على الساحر، وبحط لكم مقارنه بين الاثنين جنب بعض عشان تشوفون الفرق وتختارون اذا كنتوا يعني تهتمون بالاحصائيات. اما اذا على الشكل زي كذا امورك طيبه. طبعا ملاحظة يا شباب، إذا ما لقيتوا الأرمر موجود هنا، ضروري إنك ترجع إلى اللوكاريا جراند لايبرري وتكلم الساحرة سيلين هناك، وبيطلع لك الخيار إنك تتكلم عن لوسات. إذا ما ضغط على هذا الخيار ما راح تحصل هذا الأرمر، فأحرص إنك ترجع هناك بعد سايد كويست وتكلمها، وبعدين تيجي إلى السيلين هايدوي، وإن شاء الله إنك بتحصل الأرمر هنا. ولا تنسون لايك، ونشوفكم إن شاء الله على خير في مقاطع جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.